ذكرت لي من داخلتك على قضية ملفات الفساد اللي تخص النجف الأشرف، قلت لي اكو ملفات على مستوى العراق لازم تفتح امام الرأي العام. ما هي اهم الملفات اللي تخص عموم المحافظات اللي انت مركز عليها او بعض النواب المستقلين اللي ممكن ان يخاطبون بها الرأي العام، الاعلام ياخذون دورهم التشريع الرقابي؟ تفضل. نعم احنا عندنا طبعا ملفات الفساد المهمه على مستوى العراق. تفضل. متابعه عقود انشاء 9 مستشفيات سعه 400 سرير في مختلف العراق وباقي المستشفيات في العراق. هذا الى الامانه العامه للوزراء تم تحريك ومفاتحه باقي الجهات لمتابعه هذا الملف. طيب. اجراءات قانونيه الى رئاسه الادعاء العام مكتب السيد رئيس الادعاء العام بخصوص ملفات الفساد اللي تتعلق بقضايا الموازنه العامه اللي راح اتطرق عليها الان. راح اتطرق عندنا مهمه الموازنه العامه مهمه متابعه اي مهمه متابعه تنفيذ قانون رقم 13 لسنه 2021. هذا سؤال موجه للسيد رئيس الوزراء، ننتظر اجابته خلال 15 يوما بعد استلام المفاتحه. اولا الماده 12 اولا جيم على وزاره الاتصالات والماليه والتخطيط ومجلس الخدمه الاتحادي وضع معايير اللازمه وتنفيذها لاعتماد الهويه البيومتريه اساسا في منح المعرفات الحكوميه من الرقم الوظيفي والرقم التقاعدي. طيب. والضمان الاجتماعي والزام جميع المؤسسات ودوائر الدوله باعتماد البصمات البيومتريه في الهويه التعريفيه لمنتشر غرض تقاطع البيانات والمعلومات مركزيا خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من تاريخ غير الموازنة. لم يحدث ذلك، شخصنا هذا الموضوع. طيب. لم يحدث ذلك، فاتحنا رئيس الوزراء نتظر من عدة 15 يوم يجاوبنا. المادة 54 على مجلس الوزراء تشكيل هيئة مراقبة توزيع الإيرادات الاتحادية نصوص عليها في المادة 106 من الدستور والمقرر في قانون رقم 55 لسنة 2017. لم تحدث ذلك، شخصت ذلك ما شاء الله. تابعوا في أي. القانون المادة 58 يلتزم مجلس الوزراء ناس دكتور قصيد اي تفضل يلتزم مجلس الوزراء بإرسال أسماء المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزراء والمستشارين إلى مجلس النواب موعد أقصاه 30/6/2021 ويلتزم مجلس النواب باتخاذ الإقرار بالتصويت خلال 30 يوما. لم يحدث ذلك، شخصنا هاي المشكلة. اليومك هذا الهيئات والدرجات كلها وكالة. المادة 56 ثانيا على مجلس الوزراء والجهات المعنية مراجعة، هذا موضوع جدا في القصيد. تفضل. المادة 56 ثانيا على مجلس الوزراء والجهات المعنية مراجعة جميع العقود النفطية الموقعة من الشركات الأجنبية لاستكشاف واستخراج ونقل النفط والغاز في جميع العراق. لم يحدث ذلك، خارق قانوني، لم يحدث ذلك. راح تمضون النواب المستقلين راح يمضون، وهي نقطة مهمة، إعادة عقد جولات تراخيص. النواب المستقلين مثل جنابك ماضين بهذا السيناريو انه إعادة العقود النفطية خاصة ما تسمى جولات تراخيص، لأن كل ما يجي برلمان يتحدث عنها وبعدين نسد الملف. احنا دكتور قصي احنا سبق ويعني ظهرنا فضائيات ونقول نعم. لكم سجلوا ووثقوا وتابعوا حديثنا، ان شاء الله نحن جادين في هذا الموضوع. وانت سجل عندك يوم 12/1/2022 وبعد شهر هم نلتقي. الان انا تابعت هذا الموضوع، انا مو بس كلام، عندي وثائق ادله، انا ما عندي سير، انا عندي ادله وبراهين ومفاتحات رسميه ما يصير نتخلى عنها ووثائق رسميه. احنا عندنا حامي حال القاضي، القاضي اتخذ قرار، احنا اتخذ قرارات. طيب. وكتب ومخاطبات رسميه ولدينا ادله وبراهين، وهذه وثيقه منشوره وانا عمدا نشرتها بالاعلام. اريد الناس تحاسبنا، اريد الناس تدقق ورانا، اريد الاعلام يدقق ورانا، يتابعنا، يحاسبنا. احنا اريد الناس العلام. انا بالنسبه لي انا اريد واحد يعني انا ان شاء الله يعني اسلوبي هو الشفافيه والوضوح والعلنيه والمصارحه، وانا اريد الناس تتابعني واريد الناس تدقق وراي. بالنسبه لي الملفات على مستوى العراق ومستوى النجف الاشرف يشتركون معي الان، هذا ارسلته بكتاب رسمي لرئيس الوزراء وهو انت حضرتك اطلعت عليه. صحيح. والشعب العراقي اطلع عليه، فبالتالي طيب. مو قضيه سريه. جميل. جميل. سياده النائب بنقطه الموازنه الاتحاديه شنو بعد اكو خروقات؟ سياده النائب تفضل. تقريبا راح يخلص. نعم. تفضل. الماده 11 اولا تتم تسويه المستحقات بين الحكومه الاتحاديه
وأقليم كردستان للسنوات من 2004 ولغاية 2020 بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم بتدقيقها لإظهار الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الإيرادات المالية المتحققة والنفقات بعد استبعاد النفقات السيادية وما جرى إنفاقه للإقليم ضمن النفقات الحاكمة. لم يحدث ذلك، لم يحدث ذلك، شخصنا وسنتابع وتابعنا إن شاء الله.